Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak... الاستعداد لصراع تاريخي فيما وصفه بحرب الاستقلال الاقتصادية. ما قبل هذا الحديث ليس كما بعده. لا يريد الأتراك سماعه مجددا. معارضوه يطالبونه بالصمت، وحتى لو تكلم صوت الشارع الآن وهتافاته الغاضبة أعلى في إسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن التركية. يصر أردوغان على وصفته الخاصة لاقتصاد تركيا المأزوم ليؤزمه أكثر. لديه وجهة نظر سنأتي عليها بعد قليل، لكن لننظر إلى أثرها أولا. خفض أسعار الفائدة ل400 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، 3 ضربات أطاحت بالعملة ورابعة بالأمس وقد لا تكون الأخيرة. فقدت الليرة منذ سبتمبر، أي منذ بدء خطة أردوغان، وحتى الآن 20% من قيمتها، تضاف إلى خسارة ب50% منذ بداية العام. يحمله الشعب التركي مسؤوليتها أيضا. النتيجة اليوم 17 ليرة، أعلى قليلا أقل قليلا لا فرق، مقابل الدولار الواحد، مستوى تاريخي دفع بالمزيد من التضخم ليقصوا الغلاء على جميع الأتراك. لا يشكون فقط من زيادة أسعار السلع المستوردة بسبب قفزات الدولار أمام الليرة، بل من امتدادها للسلع المنتجة محليا، المواد الغذائية، الخضار والفاكهة، اللحوم والدواجن وحتى المحروقات، ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة تتجاوز 40%. سعر رغيف الخبز أصبح 3 ليرات، والرغيف السوري المطلوب من قبل 4 ملايين لاجئ قفز إلى 8 ليرات للحزمة بعد أن كان يباع ب3 ليرات. إذن يتقاضى الأتراك رواتبهم بعملتهم المحلية بمتوسط 3500 ليرة شهرياً، وحياتهم بالدولار. واقعهم صعب جدا، لكن هناك الأصعب. شخص من بين كل 5 عاطل عن العمل في تركيا. نتحدث عن أكثر من 21 مليون عاطل عن العمل.